لفريق المغرب. إذن والهدف الأول هدف فريق النهضة البركانية، الهدف المسجل في هذه اللحظة من طرف اللاعب بالرابح، هدف سيعطي حماس لهذه المواجهة، سيعطينا فرصة لمتابعة المقابلة في المستوى الكبير. الآن كنظن أنهم اللي شاهدنا كانت هناك محاولات، كان هناك نوع من الصرامة التكتيكية من المدربين، لكن مع الهدف سنشاهد أكيد وجه آخر للمقابلة، رغبة من الوداد لتعديل النتيجة، رغبة من فريق النهضة البركانية. كادت هذه الكرة أن يتمكن من الحارس لأنه شاهدنا الطريقة اللي يتمكن أو نفذ بها اللاعب بالرابح ضربة الجزاء. كنت كنتظر من الممرات الكبيرة التي يتركها الخطة ديال 3-5-2 أن يستغلوها بالرابح، وكذلك حلوة ربما حتى الشرطي.